السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله فيكم بفلوق جديد وتحدي جديد بقناتنا زينة الشرق مع ريوني. اليوم راح نصور لكم فلوق السيارة اللي قدامنا تحدد أكلنا. طبعا احنا مو فاطرين، راح يكون على طول القدا، راح نتقدى على طول. فالحين راح نروح ونشوف ان شاء الله السيارة تكون طالبة شيء عدل يعني عشان ناكل، لان جوعانين الحين الساعة 1:30 الظهر. فقبل ما نبتدي الفلوق لا تنسون تعطونا لايك، واذا مو مشتركين في القناة سوولنا اشتراك، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتابعونا. يلا المطعم راح نشوف شنو السيارة اللي قدامنا طلبت. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يبقى اوردر سيمسم سيارة قبل. اونلاين اوردر؟ يبقى سيم اوردر. الحين انا مع ريان طلبنا، ننتظر الطلب عشان ندفع. هذا يوم مستانس صح؟ تبي تحلي بعد الغداء؟ نروح كافي. تبي تروح كافي؟ كيف نطلب بعدين السيارة اللي قدامنا؟ لازم سيارة قدامنا. ما تدري. يلا ننتظر الطلب الحين. ننتظر الطلب. شو سووا لك بيمين شكله؟ احنا راح ناخذ الطلب ونوقف من ورا نشوف شنو طلع لنا. ريان جوعان مرة مرة، ما فطر عشان الفلوق بس موجة. وصلنا الطلب. شكرا. الآن وقفنا وراح نشوف شنو طلبنا وشنو وصلنا. يا سلام، حاطين لك بطاطس يا ريان، حاطين لك كوكيز بعد. شوف شنو حاطين لك. نشوف لك الوجبة مدام بجوهان. هذه وجبة رياني، طلع في وجبتين تقريبا ونقت الحمد لله لأن جوعانين. إن في وجبات. يلا أكل. روينا شنو أكلك. روينا شنو افتحها. راح أكل بطاطس. شوف بطاطس ريان. أكل. خلاص البطاطس هو حار. أرويهم. يلا كريان. في مشروب طبعا مع الوجبات. كيف الطعم رياني؟ حاطين لك بصل. تبيه والله شيلها. يلا اكل. تفضل كلينكس. مين بصل بعد؟ اوكي امسك. هذا الفاتورة، في وجبتين وبيبسي وقطع نقت.
هذا الفاتورة اللي كانت قبلنا. لذيذ ريان. أنا راح أكل لما أوصل البيت. لا 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 راح أكل بعد شوي عشان نحلي بعد. تبي تحلي ريان؟ ناخذ لنا حلا. اوكي يلا الحين وقت التحلايه بعد القدم مع ريان. راح نطلب لنا الحين ننتظر الحلا. ان شاء الله حلا يحب ريان. الحين بس ناخذ الحلا ونرجع البيت وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لما نوصل ناخذ الحلا ونوصل البيت راح نصور لكم. اوكي هذا عشان يوم تأسيس هذا؟ على طول على طول. اوكي هو 13 هذا عرض يعني الحين؟ ايوه اوكي شكرا. شكرا. هذا حلان اخذناه. طلع بوكس دونات راح نوصل البيت واصور لكم اياه. طبعا توني واصلة البيت لان كان في سيارات زحمة ورانا. راح اصور لكم الدونات شنو اللي طلبوه من السياره اللي قبلنا. 1 2 3 كله كلاسيك الاوريجينال العادي. تبي تاكل الحين ريان او لما ننزل؟ اشوف لما ننزل. طبعا كانت هذه الفكره بسيطه في السياره من زمان من اخذت الرخصه وانا اقول لريان راح نصورها. وكنت الصراحه اتردد لان لما اسوق مع صفا ومعه اتوتر. بس الحين قلت لازم اصورها تشوفون صفا كيف عشان كذا ما اصور. يلا اذا عجبتكم الفكره لا تنسون لايك والشير والسبسكرايب. يلا مع السلامه.